بيبدأ فيلمنا مع كولين شاب وسيم جدا، والموضوع ده بالوراثة فعلا زي اخو ماسكوس كده ترند التيك توك بسبب وسام، وبقول لحد دلوقتي علق 1200 بنت وكلهم بيتخانقوا عليه وهو كارف له، ومامتهم كمان جورجينا عصرة. اما كولين بقى فهو اوسم واحد فيهم كلهم، وحرفيا سارق قلوب العذارة واللي مش عذارة كمان، لدرجة ان لما مامته بعتته الهايبر يجيب رز علشان تلحق تحضر الفطار قبل اذان المغرب، كل الحريم اللي هناك جري وراه عشان انت فاهم بقى، وده خلاه منعزل ومش حابب حتى انه يروح المدرسة وبيدرس اونلاين، وناوي الجامعة تكون كده كمان. واخوه ابوه مش عارف فين يقنعوه انه يخرج ويندمج مع العالم والحريم ويكمل مسيرة العيب، فحط له كاميرا في قطة عشان يشوفه ممكن يقنعوه ازاي ويبدأ يخطط. وكل سنة على الحال دوت، بس السنة دي عملوا خطة جديدة، وهي انه يعملوا انه بابا بيتخانق مع مامته علشان هياخد وظيفة رضيع عشان يقدر على مصاريف الاونلاين بتاع كولين، لانه مش عايز يروح الجامعة، ومامته مش موافقة لان الشغلانة دي مش من مستواه، بس هو مصر عشان حال البلد والدنيا والدين. كولين سمعهم من بره وقعد يعيط ان هو عبء على العيلة بتاعته وكده، والصبح نزل متأثر وقال لهم انه هيروح الترم التاني المدرسة عادي ومش هياخد اونلاين، واخوه لسه بيعمل معاه رهان على مين اللي هيشقط بنات اكتر، قال لهم بس شرط انها تكون مدرسة ولاد بس، والحمد لله ان مش نتفليكس اللي عامله الفيلم ده. وماسكوس اخده على المكنه ووصله لمدرسته اللي كانت كلها ولاد، بس ما رضاش يقلع الخوذه فضل لابسها هو داخل، وطلع على الفصل وتحسه في مدرسه الصناعي الثانويه بنين فصل 3 رابع. وطبعا فصل زي ده اكيد فيه المتنمرين بتوعه، ودايما بيكونوا 3 فما فوق مش واحد يعني ولا 2، اللي هو ام من هنا عشان ده مكاني وام من هنا عشان برضه ده مكان. والمدرسه دخلت واستغربت منه وقالت له يقلع الخوذه احنا مش في سباق سيارات هنا، والفصل كله قاعد يتريق عليه عشان يقلعها لحد ما اضطر انه يقلعها في الاخر، وطبعا اغمى عليها من جماله حرفيا مش مجازا، والاسعاف جه اخدها شنطته وطلع يجري عشان بيدوروا عليه بره، بس المتنمرين دول كعبلوه سحبوه وحطوه في اوضه ضلمه، وعرفوه على نفسهم انهم اللي ماسكين المدرسه بعد المدير والناظم، والكلمه كلمتهم والقوله قالتهم والشره شرط، وانهم جايبينه هنا عشان يوقع واحده اسمها اماندا في حب ويخليها تقبل تدمج مدرستها مع مدرستهم في حفله التخرج، لانها مش شايفاهم واسمين كفايه انهم ينضموا المدرسه، وهو شايف طبعا نفسه اوسم واحد في الكون، ولو فشلت يا غالي بقى في مهمتك دي هنعمل فيك زي ما بنعمل في الخوذه دي دلوقتي، وخد التابع بتاعنا ده معاك علشان لو فشلت في اي حاجه هيعرفنا وساعتها مش هنعتق. فطلع على مكتب المدير عشان يشتكي له منه، قال له ان اللي بيحصل ده تسيب بقى وقله ادب واستهتار ولا يمكن يتسكت عليه في اي مكان، دول حتى مش عاوزين يتخرجوا بقالهم 3 سنين بسبب انهم مش عارفين يحضروا حفله التخرج مع حريم، فمعلش تعالى على نفسك واعمل اللي ابني قال لك عليه. فما كانش قدامه غير انه يوافق، وبيطلعوا على مدرسه الصناعي ثانويه بنات، واول ما واحده منهم شمت ريحه الولاد قعدوا يقولوا لهم امشوا اطلعوا بره يا معفنين يا اللي شكلكم وحش، كيبو قال لهم ان احنا جايين عايزين نندمج معاكم في حفله التخرج، قالوا له ده لما تلمس مناخيرك بطرف لسانك يلا بص لنفسك في المرايه. وفجاه كولين قلع الخوذ مع ان كيبو قال له بلاش يا لمبي بلاش، وفي اللحظه دي عمل انفجار هرمونات حرفيا برده مش مجازا في مدرسه الصناعي الثانويه بنات، اللي جالها حاله هستيريه واللي لبسها جن واللي اتحولت لمستذئب بشري واللي نزفت حرفيا من مناخيرها مش عارف ايه العلاقه بس قشطه يعني، وكل ده اتذاع في الاخبار واماندا شافته واعجبت بيه جدا، وابوه عمل كشك تذاكر للبنات ب 35000 روبيه للتيكت الواحد علشان يتفرجوا على الاوضه بتاعته ومامته المرشد السياحي بتاعهم جوه. وطبعا كولين شاف كل ده في الاخبار وبدا يعيط، واهله اتصلوا عليه عشان يرجع البيت، بس قال لهم انهم عمالين يتاجروا بيه في الوقت اللي المفروض يقفوا فيه جامعه، وكان لسه هينتحر لقى واحده قاعده وراه بتقول له ما تفكرش يا اسطى نط على طول، بس وراه لقى واحده قاعده واستغرب انها ما هرمنتش عليه، سالها انت مش مبهوره بيا؟ قالت له انت عبيط يا اسطى ولا انت فاكر نفسك محمد عادل؟ قال لها انا كولين وانت اسمك ايه؟ بصيت له كده من فوق لتحت وسابته ومشيت، وهو كان مبسوط جدا باللي حصل ده، واتصل على كيبو علشان يبيت عنده النهارده، وجدته شافته بس كان نظرها بعافيه شويه فما هرمنتش عليه. وتاني يوم الاخبار كانت لسه بتذاع في الحوار ده، وكل حكى لكيبو على البت بتاع امبارح واللي حصل معاه، طب اسمها ايه ما اعرفش، رقمها ايه ما اعرفش، عنوانها يا عم ايه ما اعرفش، اللي هو امال بتحكي لهم ليه يا اسطى؟ هو اي نوش وخلاص. المهم يلا نطلع على مدرسه الصناعه بنات عشان نقدم لهم الدعوه تاني ونشوف اماندا، لان المفروض هي اللي هتقبلها. واماندا كانت قاعده في الفصل وفي 3 بيرسموها من كل زاويه، اللي هو ايه المجتمع ده يا جدعان؟ اقسم بالله انتوا قاعدين في ايجيبت ولا ايه؟ المهم واحده دخلت عليها قالت لها ان الواد الوسيم جدا جه علشان يسلمها الدعوه بتاعت حفله التخرج، وهم قاعدين في المعمل واماندا جت سلمت على كولين بس، انما كيبو كان مكالمه لم يرد عليها، ادوها الورق بتاع الطلب وصوره الطلبه في المدرسه وقالت لهم هتشوفوا ترد عليه، وبعد ما مشوا كانت كاتمه جواه لدرجه انها نزفت من مناخيرها اول ما خدت راحتها. وطبعا مش محتاج احكي لكم ايه اللي حصل معاه، هو خير هتكوا عرض كولين الذئبات البشريه، وفجاه البنت بتاعه السطح كانت ماشيه ومش معبره وقاعد ينادي عليها بس هي ما سمعتوش، ولما راحوا المدرسه وكانوا واقفين متذنبين جنب الثلاثه البلهاء، اماندا بعتت لهم انها قابلت انهم ينضموا لها في حفله التخرج، وفي اللحظه دي سيدي بكى من الفرحه حرفيا مش مجازا برضه، وابوه سجد سجدتين شكر لله والموظفين وراه لان ابنه اخيرا هيتخرج. وفي حفله التخرج البنت بتاعه السطح قابلت دعوته ليها وكان خلاص هيبوسها، بس لقى نفسه في الوضع اللي قدامكم ده وكان بيحكي، وتاني نحمد ربنا ان مش نتفليكس اللي عامله الفيلم ده، وهما الاثنين بقى بيست فريند وعاش في البيت معاه هو وجدته. وفي يوم راح حجز كره خماسي قبل الفطار وقال له هوريك البنت اللي انا بكرش عليها النهارده، وطبعا ما كانش ليه في الكوره ولا عارف يلعب، بس البنات كانت بتتفرج عليه هو مش على اللعب نفسه كعاده البنات يعني. والخصم طبعا استفاد برضه من الحوار ده لانه هو بيلعب عرق وكان بيجي على وشه، والبنات هرمنت عليهم بما انه يعني هو اللي يعني العرق عليهم كده يعني. وكيبو قال استناني بس هلب نداء الطبيعه واجي لك على طول. ففجاه شاف البنت بتاعه السطح واقفه بتباع العربيه بترزق، وفي اللحظه دي لمعت عيناه فراح يتعرف عليها وكان اسمها ريري، وهنا كيبو كان رجع وطلعت ريري هي نفسها صاحبته اللي بيكراش عليه، فعرفهم على بعض وان هو صديقه المفضل وكده، بس خلي بالك ريري ما تعرفش ان كيبو بيكراش عليه. والمغرب اذن وقعدوا يفطروا سوا، والاول مره كلهم بيحسوا انه طبيعي والناس بتتعامل معاه عادي سواء ولاد او بنات. ولما روح قال لي كيبو انا نفسي الناس تعاملني طبيعي زي
زيك كده، اعمل ده ازاي يا اسطى؟ قال له خد صنبوسه. فخد الصنبوسه وراح نام، بس بعت لاخوي قبله بابا، ولما قبله قعد يعيط انه اخيرا هيساعده في انه يوقع بنته. وزي ما قلنا حرفيا مش مجازا، كل حاجه هنا اوفر دوس يا جماعه. وابوه وامه كانوا مستخبيين ورا ومبسوطين هما كمان، واتصلح عليه وما يرجع البيت كمان يومين. واخوه فتح نفيط العياط من تاني وبدا يديله نصايح في ازاي يشط اي واحده حتى لو كرفان. اول حاجه تعرف طعمها المفضل، تاني نصيحه انك تنتبه لادق التفاصيل في حكايتها حتى لو تافهه، وكمان تعلق عليه. لا يا حبيبي دي احنا عارفينها، ده احنا اللي مخترعينها هنا في مصر، ده احنا الملوك بتوع، ما انت لو كنت مهتم كنت عرفت. واهم حاجه تعرف برجها ايه. عرفت الثلاثه دول وبينت لها انك عارف الثلاثه دول، يبقى قشطه يا اسطى، مبروك عليك. وطبعا الكاشيره واقف قدامها الاثنين مش واحد بس، فجالها دي تنفس، وربنا ما يحط اي واحده في موقفها ده. بس المشكله هنا ان كيبو كان عارف كل حاجه عنها حتى برجها كمان، وكمان بيكرش عليها. وبكده كولين هيتنافس مع صديق عمره عليه. وتاني يوم في مدرسه الصنايع، بنين اماندا جت في حراسه مشدده جدا عشان الذئاب البشريه ما يقربوش منها. وسيدي والاضيش رايحين عشان يسالوها تبقى الديت بتاعهم في البرو. قالت لهم حددوا ميعاد مع مديره اعمال الديتس بتاعتي، وراحت لكولين عشان تعزمه على حفله خاصه في البيت بتاعه، واديته ايفون اكس اس ماكس عليه رقمه عشان ياكدوا على بعض قبل السحور. سيدي اخذ الدعوه والمدرسه كلها طلعت وراه مبسوطين لانهم رايحين حفله في بيت اماندا. وواحد قال لكولين ان ده سيلو مدرستنا هنا، لو واحده دعت واحد لحفله خاصه معناها انها دعت المدرسه كلها. الموضوع مريب جدا، بس طالما مش نتفليكس اللي عاملاه يبقى قشطه. وبالليل كيبو قال له ان هو عازمه هو وريرة على الخروج، ولاحظ في اليوم ده انها مندمجه جدا مع كيبو ومش معبره خالص. حتى لما غنى معاه دويتو كانت بتغني مع كيبو والكلام موجه لكيبو مش ليه هو. فعرف ان اللي بيعمله ده بنسبه كبيره في الفاضي، فيا ترى هيياس ولا هيعافر؟ خلونا نشوف. كيبو خرج عشان يجيب فلوس وسابهم لوحده. فكولين قال لها ان لو هي بتكرش على كيبو فهي بتضيع وقت، لان كيبو بيكرش على اماندا، فما ترفعيش سقف طموحاتك قوي. قالت له انه بيكذب. قال لها تعالي الحفله اللي في بيت اماندا وهتشوفي بنفسك. واتصل على اماندا وقال لها انا موافق بالديت بتاعك بس بشرط. ويوم الحفله كله بيتصور عشان اماندا تختار منهم مين اللي هيروح معاها حفله التخرج. ولما كيبو وكولين وصلوا للحفله، اماندا راحت تمدح في كيبو وكمان طلبت منه انه يرقص معاها. وطبعا هو كان مستغرب بس قشطه يعني، واي نوت. وفي اللحظه دي ريري وصلت وشافت اماندا مع كيبو بيتفرجوا على الليل وسماء ونجوم وقمر. ولما اماندا شافتها بتبص عليهم قامت بايساء قدامها، فجريت على بره زعلانه طبعا، واماندا مشيت ومسحت بقها بعدها. فكولين استغل الفرصه وطلع وراه، وكانت بتعيط لانها فاكره ان كيبو مختلف عن بقيه الشباب اللي بيريلوا على اي انثى فيها روح، انتوا كلكم اصلا زي بعض. قال لها مش كلنا يا ريري، واخدها في حضن. يا اخي احنا طول عمرنا بنسمع عن الست اللي بصور، انما راجل بصور من جديد الصراحه، اخص عليك اخص. في اللحظه دي قالت له انا اسفه بس انا شايفاك كصديق بس ومش حاسه باي انجذاب لي. وبعد ما اماندا مشيت كيبو طلع وقعد يرن عليه بس هو ما كانش بيرد. وهنا سيدي ورجالته نزلوا في طحن عشان اماندا اختارته وسابت القائد الوسيم قوي جدا خالص. وكل شاف كل ده وسابهم يخلصوا وعمل نفسه لسه واصل. ولما روحوا قعدوا يتفرجوا على مسلسل، والبطل بتاع المسلسل عمل نفس الحركه اللي هو عمله. ولان ده اخر يوم هيقعد معاه فيه وخلاص هيروح البيت، اداله كارت يوجي نادر جدا معاه من زمان ومش موجود عشان يفكروا بصداقتهم وكده. حس بالذنب وقال له انه ما استحقوش ولا استحق صداقته، وان ريري هي البنت بتاعت السطح وانا اللي خليت اماندا تبوسك قدامها عشان تشوف كوسا وتسيبك واخدها. زعله وقال له لو انت بتحبها كنت قول لي ما كنتش وقفت في طريقه، لانك مش بس صاحب، انا كنت معتبرك اخ مش مجرد صديق، انما انت دلوقتي لا اخ ولا صديق، وامشي يلا اطلع بره من البيت دلوقتي. ومن ساعتها روح البيت وبقى لوحده، وكيبو ما عادش صاحبه ولا حتى بيمشي معاه، ورجع اكتئاب من تاني. ومامته لاحظت ده فراحت له ومعاه السمكه بتاعته اللي كان فاكر انها مات، بس هي قالت له انه كل سنه بيعملوا خطه علشان يخرجوه للعالم الخارجي وما يفضلش محبوس كده طول عمره. بيتكلم مع سمكه وفاكر انها فاهماه، بس ان النهارده مش هيتدخلوا في حياته من تاني، وهيسيبوه يعيش حياته زي ما هو عامل ويختبر حياته بحلوه ومره. ولما سال باباه وقال له هو انت حقيقي ما اترفضتش من اي واحده قبل كده خالص؟ قال له انه في مره واحده بس اللي اترفض فيها، واللي رفضته قالت له انها مش بالشكل، المهم القلب يكون سليم ونظيف، والواحده دي تبقى امك يلا، وان البنات بيهمها السلوك اكتر بكتير جدا من الشكل. فطلع على ريري واتفاجئت بيه قدامها، وطلع على كيبو وقال ان هو اسف وبيعتذر، بس بالمناسبه الغلط مش عليا كله، انت كمان غلطان، اللي هو لما انا قلت لك انها معجبه بيك وبتكرش عليك ما رحتش ليه قلت لها على كل حاجه وعلى اللي انا عملته؟ قال له معاك حق، انا نموذج حقير وجبان وما عنديش الجرأه ان انا اعترف لها بحب. قعد يقول فيها كلام حلو ومواصفاتها وضحكتها وكده يعني. فطلع ان هو بيكلمها في فيديو كول وسمعت كل حاجه واتبسطت جدا، وهو كمان اتبسط وانا كمان اتبسطت. تسلم يدك يا ولد، انقذت سمعه الرجال. ويوم البروم نايت راح هو وكيبو قبل ريري هناك وبقت الديت بتاعه، وكولين راح غصب عنه الاماندا عشان وعدها انه هيبقى الديت بتاعها لو بست كيبو قدام ريري. وبيوم فقط طلع من المول بلا حمص وما خدش حتى قلم على وشه من اماندا، وهم واقفين بيتكرموا بروم كينج وبروم كوين، سما واحده بتقول عليه ان هو مش حلو ولا حاجه، فقلبه دق تلات دقات لما افتكر الذكريات بتاعه السطح وان في حد تاني موجود في العالم مش مهتم بشكل. المورال من الفيلم ده ان الممنوع مرغوب، وارضى بنفسك وحب نفسك وارضى باللي ربنا اداهولك، لان طول ما في نفس داخل وطالع يبقى انت لسه ليك هدف في الحياه، وعشان تحقق الهدف ده لازم تعيش الحياه نفسها، فحب نفسك يا صاحبي. ما تنساش لايك واشتراك للدعم على الاستمرار في تقديم المحتوى، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشترك في قناتنا الاخرى لمزيد من المتعه. واشوفكم على خير ان شاء الله مع ملخص جديد لفيلم جديد او مسلسل جديد في الاسبريسو. سلام.